بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا بنات. شايفين الجمال؟ شايفين معانا طبعا القرنبيط، صينيه القرنبيط معانا جميله ازاي يا بنات. حاجه كده سهله وحاجه اقتصاديه خالص، مش مكلفه خالص يا بنات. حاجه من الاخر روعه، حاجه في منتهى الجمال. غدا عشاء، تنفع فطار، تنفع ما شاء الله جميع الوجبات يا بنات. تتغدي بيها، تفطري بيها، تتعشي بيها. شايفين الجبنه بتمط عليها ازاي ما شاء الله يا بنات. شايفين الجمال؟ حاجه كده اقتصاديه مش مكلفه خالص. يلا اللي عايز يشوف معانا الفيديو نخش معانا نشوف الطريقه عملناها ازاي يا بنات. ما شاء الله حاجه جميله خالص، ونشوف الطريقه مع بعض احنا عملناها ازاي. بس قبل كل حاجه يا بنات، لايك وشير وسبسكرايب للقناه. الف سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب يكون الجميع بخير. النهارده معانا فيديو حلو ان شاء الله، معانا وصفه جميله قوي يا بنات. معانا وصفة النهارده هنعمل قرنبيط يا بنات ما شاء الله بطريقة جميلة قوي. هنعملها صينية طبعا في الفرن، هنعمله بطريقة النهارده مختلفة عن أي طرق. تعالوا نشوف احنا هنبدأ النهارده هنعمل الطريقة دي ازاي. بسم الله ما شاء الله، احنا معانا القرنبيط اهي ما شاء الله جميلة ازاي، زي ما انتوا شايفين كده الحجم اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا انا هبشر القرنبيط دي، هعملها النهارده بطريقة وصفة ممتازة معانا مع بعض كده. طبعا انا هبشرها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كده. انا هبشرها بالمبشره زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. بس اهم حاجه قبل كل حاجه يا بنات، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. زي ما انتوا شايفين كده هبشرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هخلص الحجم اللي معايا ده كله وارجع اوريها لكم تاني. ما شاء الله شايفين زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا انا بشرتها اهي القرنبيط، طبعا انا بشرتها اهي. طب كمان معانا جزر، دي ما شاء الله وجبة جميلة قوي يا بنات، تنفع غدا عشا فطار، حاجة براحتك كده ما شاء الله. معانا كمان جزر اهوت يا بنات هنضيفه عليه طبعا كده مع البشر، باستمرار كده مع البشر. الوجبة دي ما شاء الله وجبة متكاملة، من لبن لبيض لقرنبيط لجزر، وجبة جميلة قوي يا بنات، مغذية طبعا لأطفالنا. طبعا زي ما انتوا عارفين كده أطفالنا بيحبوا التغيير في الأكل، ولكن فلازم كده نعمل لهم ايه حاجات باستمرار، حاجات مختلفة. الوجبة تبقى معانا مختلفة عن الوجبة اللي قبلها يا بنات، حاجة كده عشان تعجب ولادنا وأطفالنا. ان شاء الله شايفين. طبعا انا خلصت كلكم بشر، هرجع لكم زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. انا بشرت الجزر اهوت يا بنات ما شاء الله كده، حاجه جميله ما شاء الله. ومعانا كمان عود من الكزبره اهوت زي ما انتوا شايفين. بقدونس بقى عندك، شبت الموجود معاك في الطين، طبعا فرم ناعم كده زي ما انتوا شايفين. انا بالسكينه كده فرم ناعم خلاص اهوت يا بنات. طبعا الجزر الكميه اللي انت عايزاها، الجزر الكميه اللي انت عايزاها 4 جزرات 5، حاجه براحتك انت وحاجه ترجع لك. المهم ان هي تبقى وجبه معانا كده ايه مكونه من العناصر الغذائيه. ما شاء الله اهوت يا بنات، هركن ده بقى على جنب، هرجع اوريكم هنعمل ايه بقى مع الخليط اللي هنعمله. ما شاء الله يا بنات، طبعا الخليط اللي هنضيفه على القرنبيط معانا طبعا شويه بيضات. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا كمان كوبايه من الحليب. هنزل بقى على البيض اهي، هقلب كويس، هقلب كل المكونات دي. حليب مع البيض اهوت يا بنات، ومعانا كمان كوبايه من الدقيق، هقلب كويس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، حاجه كده جميله قوي يا بنات اهي.
طبعا معانا البهارات، معانا فلفل اسمر، معانا بابريكا، معانا كمون على شطه على كزبره، معايا ملح مبهر، هضيف كله كده. يا جماله بقى يا جمال الخليط وريحته ما شاء الله، حاجه كده جامده قوي يا بنات على ريحه الخليط كده وجماله وريحه البهارات اللي احنا حاطينها فيه. يا اللي وصل معانا لحد هنا يا بنات يحط لنا اللايك، بس محدش يكون ماشي يا ريت تستنوا معانا، لسه هنشوف هنعمل ايه في صينيه الارنبيط الجميله اللي معانا دي، حاجه كده جامده قوي، حاجه من الاخر يا بنات. شايفين الجمال ده ما شاء الله. ومعانا كمان هناخد معلقه كبيره من البيكنج باودر، اهوت ما شاء الله. شايفين الجمال ده يا بنات؟ استني لسه متمشيش، لسه كده هنحطه على الخليط معانا يا بنات، استنى شوية. يا ريت لو حتى المشاهدة 3 دقايق من الفيديو عشان ما يقعش معانا يا بنات. شايفين الجمال ده ما شاء الله، حاجة كده جامدة أوي، حاجة جامدة وريحته ما شاء الله على الخليط ده. طبعا الخليط ده هنضيفه كلته على ايه؟ على المكونات اللي معانا دي. مننساش معانا كمان نص كوباية من الزيت. اهيت يا بنات نص كوبايه من الزيت ما ننساهاش، هنحطها معانا اهيت ما شاء الله جميله قوي. نص كوبايه من الزيت دي شايفين ما شاء الله ما شاء الله، حاجه ايه تحفه قوي يا بنات. قلبنا كله مع بعض اهو، قلب قلب قلب، هنقلب كله مع بعض ما شاء الله. شايفين الجمال ده؟ طبعا بقى هنضيفه على الخليط اللي انتوا شايفينه معانا ده. هنضيفه كله كده، هننزل بيه بقى. يلا هنقلب الخليط مع بعض كده ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين حاجه كده جامده قوي، حاجه تحفه يا بنات، حاجه اقتصاديه مش مكلفه خالص. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه كده، بس استني لسه معانا شويه، ما تمشيش ما تقومش من قدام الفيديو، احنا لسه ما خلصناش الفيديو يا بنات. حاجه كده ما شاء الله جميله ازاي. لسه هنفضيه في الصينيه وهندخلها الفرن واوريكم احنا هنعمل فيها ايه. طبعا هنظبط الملح بتاعها، وحطينا البهارات، حطينا كل حاجه فيه ان شاء الله. شايفين الجمال ده؟ طبعا احنا قلنا بقى تنويع وتغيير تاني، معنى تغيير بقى في الارنبيط ده. شايفين ما شاء الله، شايفين الخليط معانا عامل ازاي. اظن النهارده وصفه من الاخر، وصفه من وصفات سفيره الوصفات ام احمد يا بنات. شايفين الجمال ده ما شاء الله اهوت يا بنات. خلاص احنا قلبناها كلها اهوت، جبنا بقى صينيه اهي ودهناها ماده دهنيه زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده تمام يا بنات ما شاء الله على الجمال. ننزل بقى بالخليط في الصينيه، نصب كله كده في الصينيه. يا جمال ويا جمال، شايفين الجمال ما شاء الله يا بنات، حاجه كده تحفه. فضينا بقى الخليط كده في الصينيه وهنسويه مع بعض ونعجنه كده مع بعض يا بنات ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الالوان؟ حاجه كده متناسقه مع بعضين، حاجه كده جذابه وحاجه كده تحفه من الاخر. شايفين ما شاء الله؟ شايفين؟ الله اكبر عليها، حاجه كده اللهم بارك، حاجه كده تحفه. طبعا انا هسوي الصينيه وهدخلها الفرن تقعد معانا نص ساعه يا بنات، وارجع اوريكم احنا هنحط عليها ايه تاني. شايفين جمال الصينيه يا بنات ما شاء الله؟ يا سلام يا سلام على جمالها يا بنات، حاجه كده ما شاء الله تحفه. يلا بقى تعالوا نضيف عليها بقى الجبنه الشيدر والجبنه الموزاريلا يا بنات، حاجه كده من الاخر حكايه. يلا هنضيف كده على وشها الموزاريلا، يا سلام يا سلام. شايفين الجمال ده بقى يا بنات؟ وندخلها الفرن تاني نديها وش كده جميل معانا، لون تاكل معانا لون ذهبي حلو كده جميل، واطلعها واوريها لكم تاني. شايفين الجمال ده بقى؟ كده حاجه من الاخر حكايه وحاجه تحفه ما شاء الله. شايفين؟ هدخلها الفرن وارجع اوريها لكم تاني. ما شاء الله ما شاء الله كده يا بنات، يا جمالها يا حركات، حاجه كده. شايفين الصينيه وشايفين جمالها؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده ايه جوسي خالص كده، وحاجه جميله قوي يا بنات.
شايفين الجمال ما شاء الله. طبعا احنا هنخرطها اهي زي ما انتم شايفين، حاجه ما شاء الله جميله اهي وجوسي خلاص يا بنات، وحاجه تحفه ما شاء الله. شايفين الصينيه وشايفين جمالها، يا سلام يا سلام، بسم الله ما شاء الله ما بارك يا بنات. شايفين الجمال ما شاء الله، شايفين الصينيه معانا عامله ازاي، حاجه كده تحفه، حاجه اقتصاديه وحاجه مش مكلفه خالص، حاجه جميله قوي يا بنات ما شاء الله على الجمال. ما شاء الله شايفين يا بنات، حاجه كده تحفه وحاجه ما شاء الله جميله قوي. شايفين الجمال، حاجه كده خرطه اهيت وحاجه جميله قوي يا بنات. طبعا احنا هنفضها يد في صحن ما شاء الله، يا سلام، حاجه كده اللهم بارك، حاجه ايه ما شاء الله جميله قوي يا بنات، وسلام عليها كده وعلى جمالها وعلى جمال الجبنه عليها، حاجه كده من الاخر بتمط. شايفين، شايفين الجمال يا بنات ما شاء الله يا بنات. يلا اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسناش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع ألف سلامة.